بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم لك خاصة. خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا نرحب بي الدكتورة زهراء الخطاب. كيف الدكتورة؟ كيفك يا شيف إبراهيم؟ مساء الخير عليكم. مساء الخير عليكم مشاهدين الأعزاء متابعينا على برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة. رجعناكم تتابعونا دائما على الشاشة البلورية وعلى صفحتنا على الفيسبوك 24 وعلى اليوتيوب مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلونا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. خفيف حلو عليكم على طباق الحياة اللي أنا شايفها الليلة ان شاء الله باذن الله. الليله هنعمل كفته الرز مع البطاطس بالدمعه. ايوه تمام. وممكن نعتبرهم اكلتين، يعني كفته الرز دي ممكن تتاكل من غير صلصه وممكن تتاكل بالصلصه، والصلصه اللي هي البطاطس بالدمعه دي بلاها اكله طيب اللي هم لسه متدين في الاكل، حاجه بسيطه جدا. وعندنا سلطه بتكون من البنجر والبيض المسلوق والجزر المسلوق، ان شاء الله تعجب الساده المشاهدين. وعندنا كمان باذن الله تعالى الديزيرت او طبق الحلو، عندنا الجلاش بالكريمه مع الفاكهه. تمام ان شاء الله الليله اطباقنا كلها قيمه بالقيمه الغذائيه العاليه، وان شاء الله تنور رضاكم واعجابكم ان شاء الله. ان شاء الله عندنا تصويت يا شيف خلال الحلقات الجايه ان شاء الله. تمام جدا. حتختاروا عندنا اطباق حتختاروا منها ان شاء الله، بسكويت من غير بيض، لازانيا، كيكه الاناناس. ننتظر التصويت بتاعكم على سنه تختاروا لنا طبق نشتغل لكم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا في اطباق الليله ان شاء الله هنبدا بالكفته بتاعت الرز مع البطاطس بالدمعه. خلينا نمشي نشوف المقادير بتاعت كفته الرز ونرجع لكم. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. شفنا المقادير بتاعه الكفته، لكن خلونا قبل ما نبدا بالعمل الكفته هنبدا الاول نعمل الدمعه. أيوة. علشان نجهزها. البطاطس طبعا بتاخد وقت في السوى. الكفته هتكون شبه مستويه لان احنا هنحمرها في الزيت فما بتاخد زمن فيه، لكن اهم حاجه عندي الدمعه بتاعتي تستوي. فهنبدا الاول نجهز الدمعه بتاعه البطاطس اللي احنا هنعملها للكفته. هنحط اول حاجه طبعا الزيت. وننزل بالبصل كده. طبعا كفته الرز ما ظنيت ناس كثيره بيعملوها. ايوه مرت عليك قبل كده كفته الرز؟ والله يعني لكن بصوره بسيطه جدا جدا. طيب وانت الناس يكونوا اول مره يسمعوا بها شيف. كفته الرز طبعا من اسمها باين ان هي كفته لحمه بالرز معها رز. تمام. الرز احنا بناخده المقدار اللي احنا شفناه في المقادير. بناخده ننقعه في شويه مويه وبعد كده بنصفيه وننشره او يعني نفرده لغايه ما ينشف. تمام. بعد كده بنفرمه في الكبه. زمان طبعا يا جماعه يعني الصنف ده فيه ميزه، ممكن يتعامل بالفندق. ايوه. وممكن يتعامل بالكبه وممكن يتعامل بالمفرم، عشان ما في زول يقول انا ما عندي معده. يعني اي معده اصلا ده صنف قديم جدا قبل ما تظهر الكيتشن ماشين والقصص دي. أيوة. زمان حبوباتنا وامهاتنا وكده كانوا بيعملوه بالفندق عادي، بيدقوا اللحمه مع الرز في الفندق. بس اهم حاجه الرز زي ما قلت الطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي ان احنا ننشف الرز بعد ما ننقعه شويه، ننشف عشان يكون سهل ان هو يتكسر معانا. تمام. بنفرم الرز مع البصل مع الخضره مع القصه دي كده مع التوم لو عايزين نديها توم. أيوة. ملح فلفل. وبعد كده بنصب على الكفته بتاعتنا بنحمرها في الزيت. الميزه ان هي ممكن تتاكل ناشفه زي كفته مقليه. أيوة. كده. وممكن تتاكل بالدمعه زي ما احنا شغالين في الطبق بتاع الدمعه. تمام. ويستحسن دايما الصنف ده يطلع مع الرز. انا جهزت شويه رز بالشعريه عشان يطلعوا جنب الطبق بتاع الليله. تمام. طيب يا شيف، هو الرز بعد مرات الناس في الكفته اصلا بيضيفوا العيش الناشف، هو بيكون بديل العيش الناشف يعني؟
الرز؟ لا ده دي براها، دي وصفه براها. لا ما انا عارفه، لكن قصدي يعني الاضافه بتاعت لا الرز. لا لا هي الرز دي الاضافه بتاعت الرز، الطعم بتاعه والقرمشه بتاعته مختلفه. لكن العيش الناشف ده بيحطوه عشان يعمل ربط للعجينه بتاعت الكفته او اللحمه بتاعت لكن الرز ده هي معموله اصلا عشان تستطعمي طعم الرز كده، بيبقى كريسبي. الكفته ذاتها بتبقى كريسبي كده، ما بتبقى الكفته العاديه الهشه اللي احنا متعودين عليها. تمام. احنا بنعمل الصوص بتاعنا بالطريقه العاديه جدا. خطينا البصل، خطينا الثوم، هنحط بعد كده صلصه الطماطم. ايوه نقلبهم مع بعض كده. ممكن نشتغل بصلصة الطماطم ونضيف موية، وممكن لو عندنا شوية عصير طماطم فريش برضو بيدوا طعم حلو. يعني ما شرط ان هو مثلا الناس يقول مثلا يا اخي ما في طماطم يعني ما عندي طماطم ما اعمل، بس لا ممكن تتعمل بالموية عادي جدا. يعني أيوة. سبك الصلصة بطريقة عادية جدا ونضيف بعد كده الموية وتسبك الصلصة بلا. عايزين نحط شوية طماطم زي عصير طماطمتين كده. تمام. ممكن برضو طريقة بسيطة وسهلة جدا يا شيخ، لما انت قلت الاضافات نحن ممكن نستغنى عن حاجه وممكن نضيف حاجه. بالظبط كده. جبت الطماطم اهو، دي شويه مويه على جنب هنا. هذه الطماطم بس ننزل المويه بتاعتها كده. طبعا يا شيف الكفته من الحاجات الحلوه شديد جدا في الصيف، الناس يا ريت انه يحاولوا يعملوها، لكن يخففوا الصلصه اللي معاها او يخففوا منها، واذا كلوها بالرز وكذا فبتكون حلوه ان شاء الله. تمام. معنا اتصال. مساء الخير عليك يا ايمان. عليكم السلام. عليكم السلام والرحمه. كيفكم؟ تمام. تمام الحمد لله، كيف اخبارك؟ الو الو. وعليكم السلام، معاك نحن سامعينك. كيفكم؟ تمام. تمام الحمد لله. اخباركم شنو؟ بخير. انت كيف؟ كويسه؟ تمام والله. انا معجبه برنامجكم كثير جدا. تسلم، ربي يديك العافيه. وظاهر انه الاتصال انقطع، يا ريت ترجعي تتواصلي معنا ثاني يا ايمان. طيب احنا كده ضفنا البطاطس، لسه انا ما اديتها اي حاجه، هي صلصه الطماطم. ايوه. واديناها شويه طماطم عصير، قلنا لو ما في ما شرط، لكن يستحسن بتدي طعم كويس شكل ده. وبعد كده هبتدي اضيف ليها المويه واسيبها تستوي مع بعضيها كده الطريقه دي. ايوه. زي ما قلنا بنجهز الدمع الاول، دي كده براها تعتبر اكله قايمه بذاتها، وصفه يعني كده تعتبر اكله قايمه بذاتها. احنا زي ما قلنا بنضيف لها الكفته في الاخر، لان الكفته شبه جاهزه، يعني احنا مش شبه جاهزه، هي جاهزه اصلا. تمام. لانها تتحمر، ممكن تتاكل كده. تمام. وممكن تتاكل مع الدمعة زي ما احنا شايف. وكمان انت شايف قلت مطلع معاها رز، ومطلعين جنبيها رز يعني. تمام، خيارات كثيره ومتنوعه. طيب احنا كده هنسيب الصلصه بتاعتنا كده تودي وتجيب مع بعضيها. يبقى احنا كده جهزنا الصلصه، هنبتدي نجهز الكفته. أيوة. تمام. الكفته زي ما قلنا عباره عن رز انا نقعته وبعد كده نشفته وصحنته، ممكن صحن بالكبه زي ما قلنا، ممكن بالمرحله واحده اللحمه مع الرز مع بعض كلهم يتكسروا مع بعض في الفندق لو ما عندي اي ادوات بتاعه مطبخ بالفندق العادي الواحد ده، او لو عندي الكبه ممكن في الكبه. في الكبه الاول بفرم البصله مع الملح، وبعد كده بشيلها بحط اللحمه مع البقدونس. تمام. وبعد كده بخلط الاثنين مع بعض، وطبعا معاهم الرز، وبنخلط بنعمل الكفته. عندي مفرمه زي ما انا هشتغل لنا كده برضو يكون خير وبركه. المفرمه دي اكيد بتكون موجوده في كل بيت. بالظبط كده. حط الرز مع الكفته. انا طبعا حاجتي جاهزه جاهزه،
عندي توم وعندي بهارات كده وعندي كمان البصل وبعد كده بتاخد ملح وفلفل بس. تمام. اوكي. احنا دي في حاله لو انا هعملهم في المفرمه. ايوه. زي ما قلنا لو هنعملهم في الكبه بنعمل طبعا الكبه بيكون حجمها صغير. بنعمل اول حاجه البصل مع الملح وبعد كده بنعمل الرز مع اللحمه والبقدونس وبعد كده بنخلط الاثنين مع بعض. تمام. اوكي. لما تيجي تصبع الكفتة دي بتحتاج منك شوية زيت كده تمسحيهم في يدك علشان ما تفصل معاك لانها بتطلع شوية تقيلة. زي ما شايفين كده الكفتة بتكون بالطعم ده مناسبة طعمها خطير جدا. طعمها هيكون رهيب اكيد. اكيد طبعا بتكون طعمها سمح جدا. ملح وفلفل. الفلفل كمان حسب الرغبه. الملح والفلفل حسب الرغبه. الكزبره شمار التوابل اللي المحببه عندي ممكن اديها. ايوه. بس الكزبره كمان بتديها طعم سامح جدا. الطريقه دي اهو احنا خلاص كده اللحمه بتاعتنا ملح والفلفل. الكزبره يا شيف كمان عندها خاصيه انها بتشيل الزفاره بتاعت الاكل، يعني لو اللحمه مثلا فيها حبه زفاره كده بتشيلها. كده انا اللحمه بتاعتي زي ما انت شايفه كده بتكون أيوة. جاهزه. انا بس بعد كده زي ما قلت هديها زيت عشان اقدر الفها. تمام. الفها ممكن اشوف كميه كبيره اشتغلت فيها. ليه؟ شكل الكميه دي هتعملها كده كلها صح؟ ايوه. تمام. انا طبعا عامل كام حبه طبعا اللي استحسن دايما لو انا قبل ما اجلي اللحمه في الزيت بعمل اللحمه وبحطها في الثلاجه. في الثلاجه. ايوه. زي ما قلنا ممكن تتعامل في الفندق لو دول ما عنده مفرمه ولا عنده كيتشن ماشين ولا عنده كبه ممكن تتعامل في الفندق الرز بعد ما يتنشف مع اللحمه بيتدقوا مع بعض ممكن بعد كده اضيف ليهم التوم برضو يدقوا معاهم. البصل زي ما قلنا ممكن يتبشر ناعم جدا. ايوه. البقدونس نفس الموضوع. الطرق التقليديه اللي هي بتاعت الاكل زمان بيطلع
نحط الدور. تمام كده خلاص يا شيف، هنكتفي بدول. طيب خلينا طبعا عشان برضو الناس تتفرج علينا، لما كنت شغال بالمفرمه وخلاص خلصت شغل باللحمه، المفروض اجيب حته قطعه خبز ناشفه تمام او بصله عشان تنزل لي، لان اللحمه طبعا بيكون فيها دهون وبيكون فيها شغل كل في المكان. تمام كده انا جهزت العجينه بتاعتي، زي ما قلت بدهن ايدي بالزيت. عندنا زي ما قلنا لكم عندنا طبق للاسبوع الجاي ان شاء الله، فهتختاروا منه واحد ان شاء الله وتراسلونا على سنه نعمل لكم. عندنا بسكويت من غير بيض، وعندنا لازانيا، وعندنا كيكه الاناناس. ان شاء الله تتواصلوا معنا وتراسلونا وتختاروا الطبق اللي انتم عاوزينه. متاخر عنك. عاوز طبق يا شيف؟ زي ما قلت بدهن ايدي زيت تمام، وببتدي اصبع. دايما اعمل حسابي اني انا اصبع الاصابع شويه يكون عريض، لان اللحمه بتلم مع بعض في الزيت. ممكن ذاتها تمسك، يعني بدل ما تمسك احسن ماسك. أيوة. مع بعضها. ايوه كده ممكن اساعدك يا شيف كده. ممكن تجيب جوانتي وتعمل القصه دي وانا ابتدي احمر. تمام كده، واحنا بنصبع في الصوابع الكفته، كفته الرز، الطريقه بتاعتها سهله جدا. ممكن نمشي فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، شايفين الصوابع الكفتة بعد ما هي ما بتتحمر بتطلع من الزيت. تمام تمام الطريقة دي، وضعها على ورق مناديل. طبعا يا شيف أثناء ما أنت بتحمر في الكفتة كده، نحن نوري مشاهدينا الأعزاء إنه في فصل الصيف داخل علينا إن شاء الله، فيا ريت الناس تراعي للغذاء بتاعها وطريقة تنظيم الغذاء خلال فصل الصيف، بالذات كمان الأطفال في إجازات صيفية، ربنا إن شاء الله تكون إجازات سعيدة عليهم وعلى الأمهات. فالحاجات المهمة جدا إنه الأمهات تراعي لها في البيوت إنها تديهم غذاء يكون متكامل وفي نفس الوقت يكون خفيف عليهم، لأنه فصل الصيف ما محتاج لدهون كميات دهون كبيرة، لأنه الجهاز الهضمي بيكون عمله بطيء جدا جدا. يعني تحاول تقسم لهم الوجبات خلال اليوم، وأهم شيء أهم شيء وجبة الفطور تكون متكاملة وفيها العناصر الغذائية المفيدة والمهمة لهم، وكمان العصائر لاحتواء الفيتامينات اللي بتعمل لنا مقاومة ضد الأمراض، فيتامين سي وفيتامين ألف والمعادن المهمة جدا جدا. فيا ريت يكون في تنوع وفي تشكيل في الأغذية، وإن شاء الله كل الناس يكونوا بصحة سليمة. تمام جدا. بالنسبة للناس اللي لسه جايين جونا قبل الفاصل لسه متابعين، احنا بدأنا يا جماعة الليلة النهاردة بنعمل الكفتة بتاعة الرز. كفتة الرز طريقة سهلة جدا وبسيطة، لحمة مفرومة، رز منقوع ومتنشف، وبعد كده دقيناه بالكبة، قلنا بالفندق بأي طريقة، ان هو المهم الطحن، معاه شوية بقدونس، معاه ثوم، معاه بصل، معاه ملح وفلفل، اخذناهم كلهم مع بعض في المفرمه، قلنا ممكن تعمل في الكبه وممكن يتدهن كله في مع بعض في الفندق. عملنا العجينه الدكتور لازم بتلف فيها، انا كنت لافف شويه، قلنا بتخش الثلاجه بتقعد حوالي 10 دقائق قبل ما اليوم في الزيت. انا قليتهم في الزيت اهم اللي كنا احنا مجهزينهم قبل الهواء، هسه بحمر فيهم. جهزنا لهم الدمعه، الدمعه طريقه سهله جدا، نفس الطريقه بتاعت دمعه البطاطس او اللحمه اللي احنا شغالين بيها، واللي هي عباره عن بصله مفرومه مع شويه زيت او سمنه زي ما احنا عايزين، معاها الثوم، بعد كده بنديها صلصه الطماطم. حبينا نديها عصير طماطم، ممكن ما ندارين نديها عصير طماطم، بنديها المويه بتاعتها ونديها البطاطس ونسيبها كلها مع بعض تستوي زي ما احنا شايفين كده مع بعض، والكفته بتكون جاهزه، بنحطها في اخر مرحله، يعني ما احط الكفته قبل البطاطس ما تستوي عشان الكفته بتاعتي ما تتهري مني في الصلصه. الكفته جاهزه ممكن تتاكل طوالي، لكن احنا هنعملها مع صلصه الدمعه مع البطاطس الليله. احنا بنحمر في بقيه الكفته. ايوه
تمام. طبعا انا شايف الكفته دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا لانها بتحتوي لنا على اللحوم البروتين الحيواني اللي هو اللحمه وفيها الرز وهم فيه جدا لبناء جسم الانسان وما فيه نسبه النشويات اللي فيه والسكريات الكربوهيدرات الموجوده فيه. فعشان كده يعني يا ريت الامهات يحاولوا يجربوا الوصفه اللذيذه الظريفه دي واطفالهم اكيد حيحبوها ان شاء الله اذا كانت ساكت اخذوها او مع الدمعه او الصوص اللي عمله الشيف. تمام جدا. يبقى احنا كده الطبق بتاع الليله بيكون شبه جاهز بانتظار شويه الكفته يجهزوا وكمان الصلصه بتاعت البطاطس تجهز. تمام. لغايه ما الكلام ده يجهز معايا انا ممكن اشتغل فيه طبق السلطه. طبق السلطه طبق ظريف وبسيط جدا بيعتمد على الخضار المسلوق. يعني انا النهارده عاملين بطاطس مسلوقه، عاملين بنجر مسلوق، عاملين جزر مسلوق. خلونا قبل ما نبدا شرح فيهم نمشي نشوف المقادير بتاعه سلطه الخضروات ونرجع لكم. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. قلنا مشينا شفنا المقادير بتاعه سلطه الخضروات، لكن خلونا قبل ما نبدا في السلطه معانا الاستاذه شهرزاد. السلام عليكم استاذه شهرزاد. وعليكم السلام. كيف الاخبار؟ تمام الحمد لله. الله يخليك، اهلا وسهلا بك. مساء الخير عليك يا شهرزاد. مساء النور. كيف اخبارك؟ تمام تمام الحمد لله. والله البرنامج انا طبعا معجبه به كثير، كل يوم قاعده اتابعه. تسلمي، شكرا لك. بتطبقي الاطباق اللي بيعمل الشيف كل مره؟ اي والله قاعده اطبق. ما شاء الله عليكي. طيب حاولي راسلينا في اطبخ وارسل على صفحتنا على الفيسبوك عشان نشوف شغلك كيف وشيف يديك الاراء بتاعته. رسلتي؟ ما شاء الله، خلاص حنشوفه ان شاء الله. كفته الرز دي عملتيها شهرزاد قبل كده ولا ما عملتيها؟ ما عملتها. طيب يا ريت تجربيها ان شاء الله. ان شاء الله جربيها وورينا رايك شنو طعمها. سمح لذيذ جدا بالمناسبه. ان شاء الله يا شيف. انا عاوز اسالك سؤال. اتفضلي. طبعا يا شيف انا قاعد احاول اسوي البيتزا، لكن كيف انا العجينه تكون هشه؟ كيف العجينه تكون هشه؟ اول حاجه الخميره. تمام. لازم العجينه تاخذ حقها في التخمير. تمام. احنا قلنا بعد ما نجهز، انت شوف المقادير بتاعتنا، بعد ما تعمل المقادير بتاعتنا دي العجينه تتلف وتتحط في مكان دافئ اقل حاجه ساعه. دي نمره واحد، يعني لازم تخمر، تاخد حقها في التخمير. بتتخمر مرتين، تتخمر مره وهي كعجينه، وبعد كده لما تقرصيها يعني تقطعيها على قدر الصواني اللي انت تشتغلي عليها وتحطيها في الصينيه بتاعتها، برضه بتسيبيها تخمر شويه. تمام. الحاجه الثانيه بالشوكه، بتخرمي العجينه بالشوكه علشان العجينه ما تقوم من النص وتهبط من الجناب، تكون كلها جايبه حته واحده. بعد كده التسويه بتاعت البيتزا برضه مهمه جدا. انا ما اخطها على نار عاليه من فوق او على نار عاليه من تحت، ببتدي في الرف اللي في النص واخطها في الرف اللي في النص. بعد كده لما ابتدي الاقي خلاص العجينه بدات تنفش معايا ممكن اخطها تحت في الارضيه عشان تستوي من تحت، واخر حاجه بديها من فوق عشان تاخد الوش في الجريتان والجبنه بتاعتي تسيح. شكرا يا شيخ. الله يخليك. شكرا لاتصالك يا شهرزاد. تمام، شكرا يا شهرزاد، شرفنا بيك. كده احنا الكفته اللي انت بقى بتعملي فيها دي هنحطها في الثلاجه شويه. تمام. دي عشان نحمرها بعدين تتاكل براها، دي احنا هنحطها في الصلصه ودي هتتاكل براها. تمام ان شاء الله. اوكي. خلي برضه الزيت سخن كده. طيب احنا كده قلنا هنبدا في السلطه. طبق السلطه الليله، طبق السلطه زي ما شفنا المكونات بتاعته، في عندي جزر مسلوق. في عندي بندر مسلوق وعندي بطاطس مسلوق. عايز اتكلم على الجزر. الجزر لما بيجي يتسلق فيه حاجتين من انواع الخضار المفروض في ميه السلق بتاعتهم نحط سكر، شويه سكر، الجزر والبسله.
ليه؟ لان هو السكر مكون اساسي في الخضروات دي، فلما بيجي يتسلقوا بيفقدوا نسبه من السكريات اللي فيها، فاحنا بنعوضها بشويه سكر في المويه. تمام. البندر طبعا هسيبك تتكلم عليهم، ايوه ان شاء الله، فيه مساحات كثيره. طبعاً. والبطاطس طبعا احنا اتكلمنا عليها كثير، وان شاء الله برضو بنتكلم اثناء الشرح. احنا بنحط المكونات بتاعتنا دي مع بعض. ممكن تتابعوا المكونات على الشاشه. تمام. شوف انا خلصتها. كده احنا شايفين المكونات بتاعت السلطة. احنا نقلب كل المكونات دي مع بعض ما عدا الخس. ايوه. عند الطماطم البصل الاخضر بيبقى طعمه سامح جدا مع السلطة. سلطه الخضار كمان ما شاء الله يا شيف، يعني قيمتها الغذائيه عاليه. حتضيف شنو؟ البيض. بيض مسلوق. دي سلطه اول زي ما انت قلت قيمتها الغذائيه عاليه جدا، وفي نفس الوقت ممكن تعتبر وجبه بالمناسبه. اكيد لانها يعني متكامله. يعني لو زول مثلا في الناس اللي هم متابعين نظام غذائي معين او كده بتطلب منهم انهم ياكلوا سلطه كتير، فطبعا فكره السلطه الخضراء طوالي بتكون شويه يعني بتخش في درجه ملل، بتكون ممله زي ما بيقولوا، فبيكونوا دارين تجديد. تمام. تمام. غير ان هي فيها قيمه غذائيه عاليه وتحتوي على مواد غذائيه عاليه من ضمنهم البنجر، اللي انت ممكن توريه برضو للساده المشاهدين فوائد البنجر. ايوه، البنجر كمان من الخضروات المهمه ومفيده جدا جدا لاحتوائه على الكثير من المعادن، عندنا المغنيسيوم والحديد والزنك، وكمان فيه الفيتامينات فيتامين سي وفيتامين الف. لكن في معلومه مهمه ومفيده جدا، احنا يا ريت نتناول البنجر وهو فريش، يعني نضيفه للسلطه او نشربه عصير او كده، ما نعرضه للنار، لانه لما يدخل في الطبيخ وفي كده بيفقد كثير من العناصر الغذائيه المحتوي عليها. وكمان عندنا حمض الاوكسالات اللي بيكون فيه هو بيتحول بيكون اصلا ضار جدا جدا لكل الناس اللي بيعانوا من مشاكل في الكلى، وفي كده بيعمل لهم مشاكل كثيره. فيا ريت نحن نتناوله يكون فريش عصائر او في السلطات، مفيد للبشرة ومفيد للشعر ومفيد لحاجات كثيرة في جسم الإنسان، فيا ريت الناس تدخله، وطعمه لذيذ جدا كمان يا شيف. أي بالظبط، البوق الكورية. طيب احنا كده عملنا المكونات بتاعنا، نديها بتدي الثوم التوابل بتاعتها، عندنا فلفل شمار للناس كمان، يعني مثلا طعم البصل بالنسبه لهم بيشوفوه شاذ شويه وما بيستسيغوا طعمه، ولازم يتناولوه عشان فيه فوائد كثيره جدا ومهمه. يا ريت انهم بعد ما ياكلوا السلطه دي، في النعناع ممكن يتناولوا النعناع، ياكلوا يعني من النعناع ياكلوا منه، او انه يشربوه عصير او يشربوه شاي بارد او سخن، فبكون مهم ومفيد جدا وبيهدي الاعصاب وبيتفاعل مع الاكل اللذيذ مع الطبق اللذيذ ده، وبيعمل لنا بيخلي الزول يكون ريلاكس كده ومرتاح ومبسوط بالوجبه اللي اكلها، وبالتالي بيستفيد منها جسمه من العناصر الغذائيه المحتويه عليها. هو على فكره يعني الطبق ده دكتوره البصل الاخضر اول حاجه بيكون ما بيكون فيه شديد زي البصل الاحمر، زي البصل الاحمر. أيوة، نمره واحد. نمره اثنين الخضار اللي معاه والجزر والبنجر وكده بيغطي على الكلام الطعم. البقدونس في حد ذاته برضه. أيوة، من الحاجات اللي بتغطي على طعم البصل. في ناس لكن عموما ما يسمعوا بصل بيخافوا شديد، يقول لك الاكل ده فيه بصل نحن ما دايرين. طيب احنا كده عملنا السلطه بتاعتنا، بنجيب الخس اللي عندنا بنحطه في الارضيه بتاعت الكوريه كده. ايوه. الاول شويه نسيب شويه كده فوق، وننزل السلطه بتاعتنا. الطريقه دي. كده طبعا السلطه بتاعنا كده جيت، بعد كده نبتدي الخس ذاته. تمام ما شاء الله، الطبق ده كمان حلو مفيد جدا في فصل الصيف نحن داخلين عليه، بيعوضنا كميه المويه المفقوده من اجسامنا في فصل الصيف، نحن لازم نعوضها، يعني الانسان لازم يشرب من 10 ل 12 كوبايه في اليوم بتاعه مويه،
وكمان العصائر مهمة ومفيدة جدا جدا، والسلطة الخضروات فيها نسبة من الموية بيحتاج لها الجسم، لازم احنا ندخلها في الغذاء بتاعنا. والخيار كمان يا شيف شايفك عاوز تضيفه. والخيار برضو بنحطه ك يعني ديكور في نفس الوقت بيتاكل طبعا. اكيد. انت بتاكل. الطريقة دي، وفي برضو الطماطم من مكونات السلطة ذاتها. نحط عليها كده. يبقى احنا كده جهزنا طبق السلطة، وطبعا الليمون هنا لازم يكون موجود. ايوه. جنب اللحمة جنب الخضار لازم يكون طبعا دايما في ليمون. تمام. السلام عليكم ام مؤمن. ليان كيف ابراهيم؟ كيف الاخبار؟ عليكم. الله يخليك، اهلا وسهلا بك. مساء الخير عليك يا ام مؤمن. تسلموا كثير على الحلقات الجميلة. الله يخليكي. الله يخليكم. بس معلش يا شيخ حبيت استفسر عن المعجنات، لما نكون عايزة اسافر هنا يفضل اني اخبزها مستوى على الفرن او اقوم افرجنها على الفرن من غير ما اخبزها؟ التسويه بتاعت المعجنات؟ ايوه. تسوية لما اكون عايزه افرجنها. تفرزنيها؟ ايوه. يعني تدخليها الفريزر يعني؟ ايوه. تمام. المعجنات انت دخلتيها الفريزر، بعد كده التسويه دي ما عندها علاقه. تمام؟ يعني انت حطاها في الفريزر طلعتيها من الفريزر بوقت كافي، لكن لو هتسويها في الفرن غير الزيت، بمعنى لو انت هتسويها في الزيت يستحسن تطلعيها من الفريزر طوالي على الزيت. ايوه. يعني ما تفك، لان لو فكت هتعجن. ايوه. يعني لو فكت منك، لان طبعا اي حاجه احنا بنحطها في الفريزر بتزيد فيها نسبه بتاعت مويه، نسبه المويه بتزيد فيها. فلو انت سبتيها تفك معاكي هتبص تلاقي العجينه بتاعتك فكت وعجنت معاكي. هتضطر تزود ليها دقيق، ممكن تطلع معاكي، لكن الشكل اللي انت عاملاه وتعبانه فيه هيتلخبط زي ما بيقولوا يعني. ايوه بالظبط كده. فاحسن ان انت تكون بتاعه الزيت، يعني يكون الزيت بيغلي وبترمي فيه العجينه، ما بتاخد زمن معاكي لان الحشوه اللي جواها طبعا مستويه، العجينه نفسها بتاخد اللون بتاعها وبتستوي. عايزه تتاكدي برضو ان العجينه استوت، ممكن بعد ما تعمل العمليه دي وتاخد اللون بتاعها بترصيها على صينيه وتدخليها في الفرن بتاع 5 دقائق كده، تنشف تنشف الزيت اللي فيها نمره 1 ونمره 2، تتاكد انها استوت كويس. ايوه. تمام؟ تمام. شكرا كثير. الله يخليك. شكرا لاتصالك يا اهلا وسهلا بيكي. كده احنا شرفتينا، عملنا الكفته جاهزين، مستنيين بس الصلصه هي شغاله بتعمل، والسلطه جاهزه، هنعمل الطبق الحلو، لكن نمشي فاصل نرجع لكم. خليكم معانا. رجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء، وتحيه خاصه للناس اللي انضموا لنا مؤخرا، وان شاء الله الشيف شغالين في الليله. هنعمل اكواب الجلاش بالكريمه، الطريقه بتاعتها سهله وبسيطه جدا. الجلاش الموجود في السوق، انا طبعا في مشكله انا ذاتي بعاني منها يا جماعه، ان الجلاش اللي موجود في السوق الفروزن ده اللي هو بيجي من السوبر ماركت من الفريزر، ده بيكون فيه مشكله ان هو بيكون متكسر. احنا طبعا ممكن نتغلب على المشكله دي، لان فكره الليله النهارده ان احنا هنكون الاكواب بتاعتنا من ورق الجلاش، ممكن نركب فوق بعضيهم. تمام. اول حاجه بندهن الصينيه بتاعتنا. ايوه. استنى. كده. الطريقه دي. عندنا التصويت شايفين الناس بدو، بسكويت من غير بيض 17%، اللازانيا 50%، كيكة الأناناس 33%. التصويت ماشي كويس يا شيف، لكن شايف الأغلبية مع اللازانيا. طبعا احنا كده هنعمل الفرن بتاعتنا كده. ايوه. الفكرة اللي هنا طبعا ممكن اقطعه مدور، ممكن اقطعه مربع، المهم ان انا عايزه في الاخر اكون الكوب. بيتكون من 4 رقات من ورق الجلاش. نعمل واحد ثاني عشان اشوف. وسجيهم. تمام. وبعد كده بجيب الفاصوليا، دي فاصوليا بيضه ناشفه يا جماعه، وممكن كبكبيه ناشف. انا كل الفكره ان انا هحشيه هنا علشان لما ادخله الفرن ما يقفل على بعضه، ياخد الشكل بتاع الكوبايه. تمام.
تمام. بجي واحده بس تطلع كفته بس دي بتتحكم لنا في الشكل بتاع الكوب ذاته صح؟ بتتحكم فيه؟ في الشكل بتاع الكوب الفاصوليا بتعمل الشكل عشان ما تقفل الكوبايه ما تقفل. تمام معلش دي طبعا احمرت مني عشان انا الزمان نسينا. جيت تمام 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 تمام. ممكن يا جماعه احنا كده احنا شغالين نبص على المكونات بتاعه اكواب الجلاش مع الكريمه والفاكهه نرجع لكم. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، شفنا المقادير بتاعه طبق الاكواب الجلاش بالكريمه اللي بتنفذه لنا الشيف الزهراء. والله يا شيف يعني دي مشكله كبيره شديد. طريقتها سهله وبسيطه جدا زي ما قلت انا، الميزه في الصحن ده حتى لو الجلاش متكسر معي ممكن بتغلب عليه ان انا بكون اكواب الجلاش من عن طريق تجميع الورق جوه اكواب الكب كيك، وبنجيب الفاصوليا او الكبكبي او اي فول ناشف، المهم ان هو يكون ناشف انا بحطه في قلب الكوب علشان ياخد الشكل بتاع الكوب بتاعي اللي انا هشتغل عليه. تمام عشان اعرف احشيه من جوه بالكريمه والفاكهه. شايف الناس في البيت هيقول لي لازم تطبقي لنا الشغل ده. اكيد يعني طريقه سهله جدا وبسيطه زي ما انت شغال عليها كده. تمام انا بجيب الاطباق الجاهزه. تمام طبعا الشيف الليله هيعمل لنا ورق الجلاش دي بالكريمه وبالفواكه. الفواكه من الحاجات المهمه جدا في فصل الصيف، احنا لازم ندخلها في النظام بتاعنا، هي مهمه لكل الفصول وبكل، لكن عندنا فواكه الصيف سبحان الله ربنا جاعل يعني كل حاجه في وقتها. فواكه الصيف مفيده جدا في فصل الصيف، بتمد الجسم بالعناصر الغذائيه اللي بتحتاج لها، الفيتامينات المهمه لجسم الانسان، المويه اللي بيفقدها اثناء الحركه وكل العناصر المحتاج لها. أستاذي يا شيف عندنا أطبخ وارسل. تفضل يا دكتورة. أم نوسة عاملة ميني بيتزا. ما شاء الله أم نوسة لونها سامح جدا. شكلها حلو يا أم نوسة، تسلم يدك. تبيان عاملة كيكة بالكاكاو. ما شاء الله تبيان. دي الماربل كيك أو كيكة الرخامية. احنا كنا وعدنا برضه الإنجليش كيك إن شاء الله بإذن الله تعالى. خلال الأسبوع ده هنعملها. سمر عاملة ميني بيتزا.